السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل نشوي الذره الشامي البيضه في البيت على الطريقه السعوديه كده زي ما بنشويها. احنا عندنا بنشويها كده على الفحم او الطريقه المصريه زي ما بنعملها عندنا هنا في مصر. احنا دلوقتي في الغياط عند القناديل بتاعت الذره او قناديل الشامه زي ما انتم شايفين يا بنات. القنديل اللي هلقاه هو القنديل لسه دي مستواش، القنديل اللي هلقاه مستوي كده في الشام زي ما انتم شايفين، اللي هلقاه مستوي هنقطعه عشان ايه نشويه ونشويه مع بعض كده في على الفحم. هاي بنات زي ما انتم شايفين اهو القنديل ديته اهو كويس، هنقطعه كده من العصايه اهو. العرايس دي يا بنات كنا زمان بنلعب فيها زي كده واحنا صغيرين، بنجيب العروسه كده بتاعت الشام وبنقلعها، بس دلوقتي طبعا كبرنا فحرام ان انا اقلعها، فخليها تكبر وتعمل قنديل، وبنعمل لها شعرها كده ونعمل لها تسريحات في الشعر بتاعها، بنعمل لها تسريحات في الشعر. بس دلوقتي طبعا يا ما بنعوز بندور على القنديل اللي هو مستوي عشان الشويه والاكل. وهو قنديل تاني هنقطعه برضه، هقطع كده كمية حلوة من القناديل على كد أفراد الأسرة، ويلا بينا نروح على الفحم كده نشويهم. وادي قنديل تاني، ودينا رجعنا تاني يا بنات زي ما انتم شايفين هنشوي القناديل دلوقتي. انا ولعت الفحم في الشواية اللي هي اللي بنشوي فيها الفراخ واللحمة العادية، وجبت السياخ الشوي وحطيتها بالشكل دي، وجبت المروحة هاي زي ما انتم شايفين المروحة كده على الفحم عشان الفحم بتاعنا يولع. وادي القناديل هنقشرها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اللي هم بتوع الخارج يا بنات المغاربه والقناديل زي كده بيسلقوها سليق طبعا بالحليب زي ما انتم عارفين طريقتهم، بيسلقوها بينقعوها في الحليب وبعد كده بيسلقوها وياكلوها. بس احنا هنا المصريين بنحب نشوي الشامي شويه كده على الفحم، بيبقى لها طعم تاني. احلى حاجه شويه الفحم، هتشويها على البوتاجاز مش هتبقى حلوه، هتشويها في الفرن برده مش هتبقى حلوه، لكن هتشويها على الفحم هتبقى معاك جميله وحلوه جدا. القنديل طبعا اللي هيشوي هيبقى اخضر بالشكل ده زي ما انتم شايفين وطري، ما يكونش ناشف. ويلا بينا كده قشرنا القناديل بتاعتنا اللي قشرناهم دول، هنحطهم على الفحم اهو بنات بالشكل دي. طبعا زي ما انتم شايفين سايبه المروحه كده شغاله عليهم. ودينا يا بنات زي ما انتم شايفين شوينا الشامي على الفحم زي ما انتم شايفين القناديل اهو بالطريقه داي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم الطريقه في التسوي. وإذا كنت أول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش في الاشتراك واللايك، وإذا كنت مشتركة ما تنسينيش في الشير واللايك في القناة.